لما نشوف البدايه والانطلاقه امام فاركو يوم 14/6. طيب نروح لحساب اليوم السابع، وهيبدا الكلام على التدعيمات والمراكز والصفقات في انتقالات الصيف اللي جايه. قالوا ان كولر يطلب تدعيم 4 مراكز ب5 صفقات في ميركاتو الصيف. طيب بما ان اليوم السابع فتح الموضوع والكلام كتير في مساله هذه الصفقات، وكمان لو نروح للمصري اليوم بعدها هتلاقي برضو نفس الكلام، المصري الرياضي طلب عاجل من كولر بالتعاقد مع نجم منتخب مصر، وهنا بيتكلموا على محمود حسن تريزيجيه. فنشوف كمان المواقع التانية، هنلاقي كمان كورة بلس بيتكلم على تطورات جديدة، زين الدين بالعيد على بعد خطوة واحدة من الأهلي. فاحنا دلوقتي عندنا اليوم السابع اتكلم على 5 صفقات قالوا فيها أسامي بعض اللعيبة في مراكز مختلفة، واتكلموا على صفقة المهاجم البوركيني، واتكلموا على محمود حسن تريزيجيه في المصري الرياضي، وكورة بلس بيتكلموا على زين الدين بالعيد. طب نروح لليوم السابع ونشوف قالوا ايه. قالوا لا، صفقة كانت جاية بس الأهلي تراجع عنها. قالوا الأهلي يتراجع عن ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري. فبالتالي الصفقة دي كانت معايا الأسبوع اللي فات في الأهلي رسميا، النهارده اليوم السابع بيقول لك الأهلي يتراجع. وأنا زي ما قلت لحضراتكم الفترة الأخيرة في كلام كتير جدا بيتقال في موضوع الصفقات. بس قبل ما أروح لآخر خبر معايا الكابتن شادي، أرجع لموضوع يوسف أيمن، لأن الكلام الكتير اللي اتقال في مسألة الصفقات اللي جاية والتدعيمات اللي جاية، ويوسف أيمن من اللعيبة اللي اتقالت إن هي خلاص وقعت رسميا للأهلي وأصبحت موجودة لتدعيم خط الدفاع بعد محمد عبد المنعم ما رحل وانتقل إلى أحد الأندية الأوروبية في تعاقد رسمي وصل أو خطاب رسمي وصل للنادي الأهلي. النهارده أهو أنا استعرضت معاكم 3 أخبار في 3 مواقع مختلفة، المصري الرياضي واليوم السابع وكورة بلس. عايزين ملخص المشهد ده كله؟ كل الأسامي اللي مطروحة دي أكيد ممكن تكون أسامي مطروحة بنسبة كبيرة، وفي أسامي ممكن تكون في الساعات اللي جاية بتخلصها بدون ذكر الأسماء يعني، وفي أسامي ممكن تكون قريبة جدا 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 من ارتداء تيشيرت النادي الأهلي. ولكن قبل حسم كل هذه الملفات في اجتماع هيبقى في الساعات اللي جاية ما بين مارسيل كولر ولجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب. الاجتماع ده هيشهد إيه؟ الاستقرار بشكل رسمي على خريطة التدعيمات اللي الجهاز الفني محتاجها للموسم اللي جاي. تاني، بغض النظر عن كل الأسماء اللي أنا استعرضتها دلوقتي معاكم في ترند الأهلي، ولكن الملخص ده كله هيتم مناقشته والاستقرار عليه بشكل رسمي في اجتماع مزمع انعقاده في الأيام اللي جاية أو الساعات اللي جاية ما بين لجنة التخطيط مارسيل كولر والجهاز الفني مع الكابتن محمود الخطيب، عشان الاستقرار على الخريطة النهائية، الصفقات اللي الجهاز الفني محتاجها بشكل رسمي. لأن خدوا بالكم في قيد إفريقيا هيبدأ 21/7 والدوري وقتها هيكون مستمر، ففي لعيبة لازم تحسم أمرها وتضمها بشكل رسمي قبل ما تبعت القائمة الإفريقية يوم 21/7، والقائمة دي هتبقى من 21/7 ل 31/8، والقائمة هتبقى المبدئية يعني، عايز تعيد 40 لاعب أيد، عايز تعيد 33 لاعب أيد، بس أكيد لازم تحضر للقائمة دي بشكل كويس، لأن العدد اللي هتسجله في القائمة دي وارد جدا تكون دي اللعيبة اللي معاك في السوبر الإفريقي أمام الزمالك. ركزوا في الكلام اللي ما بين السطور، القائمة الإفريقية اللي هتتسجل في الفترة من 21/7 ل 31/8 دي القائمة اللي وارد بنسبة كبيرة جدا تكون دي القائمة الأساسية اللي هتعتمد عليها في مباراة السوبر أمام الزمالك لو هيتلعب الماتش في شهر 9 مش بعد كده. فالاجتماعات اللي جاية هتبقى مهمة جدا عشان الاستقرار النهائي على كم الأسماء اللي مطروحة في السوشيال ميديا زي ما انتوا شايفين. عموماً